تلفين نهاركم مبروك وصباح مبروك. جيت اليوم واحد المطعم نتغداو فيه مشهور بدار الطاجين كما كيبان لكم الوراء ديالي. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وما تنساونيش باللايك والبارطاج وصحه الله كل خير ان شاء الله. هذه شلاطه خبيزه الخبز طيب على الحجر. صحتك ستي كريمة. صحتك حبيبتي. هذا طاجين ديال المعزي مقدر بالبرقوق والبيض.
صور الراية المغربية. بس في سمك صغير وسمك كبير صح؟ في سمك كبير. شفت السمك الصغير؟ ما شفتها. في سمك كبير قوي؟ في وهي فعلا سمكيه صغيره كده. لا ده هي عندنا كده اللي في العلبه. لا عندنا في انواع فلقات كده صغيره في المحيط بس ما عندناش. احنا عندنا متوسط الاحمر. وفاء هتوصل على هتيجي على عندنا؟ عشان بس تروح كده تلاقينا هناك اي شو نضرب الدرجه؟ ها النهار لي بان كنت جينا بنهار ركبوا فيه. Thank you.
لا Oh my God.